أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول بعض الناس العبد مخير ومسير، ويقول بعضهم هو مخير لا مسير، وبعضهم يعكسها، ثم الصحيح في ذلك؟ صحيح الأول أنه مسير ومخير من حيث المقادير والمصائب والأمراض والأرزاق، فهذا مسير فيه، ليس له فيه قدر. أما من حيث الأعمال والطاعة والمعصية والكسب فهو مخير في ذلك. نعم، فهو مسير ومخير. نعم.